بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا سيد نائب محترم، ما أثرتموه بشأن صعوبة يعني أو تعقيدات المساطر المتعلقة بالتأسيس ديال الجمعيات، هي كتدخل في واحد التراكم سلبي موروث عن علاقات الإدارة بصفة عامة بالمواطنين، واللي لا القوانين وحدها ولا الزجر وحده يغيروها، وإنما تخضع بدورها إلى تغيير ثقافي شامل خاص تقع فيه البلاد ديالنا باستمرار. واقع الجمعيات فعلا من خلال الحوار الوطني اللي عملناه مع الجمعيات واللي كما تبعتوا شارك فيه أكثر من 10,000 فاعل جمعوي، أكد أنه إشكالات احترام القانون في التأسيس وفي الحريات ديال الممارسة الجمعوية فيه إشكالات. فلهذا المستقبل يتجه بنا إلى ما يلي: أولا على مستوى المنظومة القانونية، الدستور اليوم ينص على وجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن ما كاينش اليوم سياسة حكومية ديال قمع الحريات، كاين مخالفات بحال جميع المجالات. هذه المخالفات اليوم يجب أن تجي القانون في إطار ربط المسؤولية ديال الموظف وسلوك ديالو حول احترام حريات من عدم احترامها. المسألة الثانية وهي اليوم أن تأخذ هذه القضية بوعد مؤسسات من خلال التقارير والتشخيص. إلى اليوم ما عندناش ولا تقرير واحد مفصل حول حجم الخروقات المتعلقة بحريات تأسيس الجمعيات واحترام الفعل الجمعوي في بعد القانوني. اليوم كاين مسؤولية ديال الحكومة، كاين مسؤولية ديال المؤسسات الوطنية حقوق الإنسان، كاين مسؤولية المجتمع المدني كذلك في رصد الظاهرة وفي تشخيصها وفي إعطاء معطيات دقيقة حول هذه الحالة. ثم كاين المستوى الثالث هو التكوين وبناء القدرات القانونية عند الموظفين، عند الإدارة العمومية، الجماعة الترابية، باش يولي التغيير الثقافي هو الحامل لهذا التجاوز الإشكالات. دستورنا اليوم دستور متقدم، وإن شاء الله فعالية الحوار الوطني بعد يومين سيتم إعلانها رسميا في خلاصة من أهم خلاصتها موضوع الحريات والتعزيز. شكرا.